متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 2650 إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصاب بالمغرب إلى 425864 مصاب، بينما ولله الحمد والشكر تم تسجيل 2833 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين بالمغرب إلى 388728 شخص، في حين سجلت 44 حالة وفاة جديدة. اليوم سجلنا 44 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا جراء الفيروس إلى 7130 حالة وفاة، بينما عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية قد بلغت 12850 حالة كانوا شيء إصابة فيروس كورونا. لذا شكر وزارة الصحة للمواطنين بالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والمخاطر الاحترازية التي تحصل المغرب الوطني المسؤولية. كنذكركم متابعينا الكرام باللي أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 2650 إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حصيلة إجمالية للمصابين بالمغرب إلى 425864 حالة، بينما تم تسجيل 2830 حالة شفاء إضافية. اليوم عرفنا تسجيل 2833 حالة شفاء إضافية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين بالمغرب إلى 388728 شخص، في حين سجلت 44 حالة شفاء جديدة. اليوم سجلنا 44 حالة شفاء جديدة ليصل لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 7130 وفاة. اليوم عرفنا 7130 وفاة، بينما أشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 12850 حالة كانوا مشابه إصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بينما عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي قد بلغت 3,928,590 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. فلذا تجب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنين التزام بقواعد السلامة والنظافة، وكلنا نخاطب في التدابير الاحترازية التي تقتضي المغرب الوطني المسؤولية. كنذكركم متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في باللي اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2650 إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمغرب 425864، بينما تم تسجيل 2833 حالة شفاء إضافية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين بالمغرب إلى 388728 شخص، في حين سجلت 44 حالة وفاة جديدة، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 7130 وفاة، بينما أشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 12850 حالة كان مشابه في إصابة فيروس كورونا، يبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية قد بلغت 3,928,560 حالة. لذا تجب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخفاض التدابير الاحترازية التي اتخذتها المغربية كل وطنية مسؤولية. كنذكركم متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، فاليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2650 إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمغرب إلى 425864 مصاب، بينما لله الحمد والشكر تم تسجيل 2833 حالة شفاء إضافية، يرتفع عدد المتعافين بالمغرب إلى 388728 شخص، في حين سجلت 44 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 7130 وفاة، بينما أشارت وزارة الصحة إلى استبعاد
12850 حالة كانوا مشابه في إصابتها فيروس كورونا. يبلغ عدد الحالات المستعبدة بعد الحصول على نتائج سلبية 3,928,590 حالة. فلذا فتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين لالتزام قواعد النظافة والسلامة الصحية، وكلنا نخرطوا في التدابير الاحترازية التي تحرص المغرب الوطني بمسؤولية. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، كنطلبوا من كل الناس انهم يلتزموا وانهم يديروا الكمامة ديالهم ويعقموا يديهم باش نحميو راسنا ونحميو العز علينا. اذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.